كما كتعرف اليوم لعبنا ضد فريق اللي كان كي اللي تابعنا في الترتيب، فكما كتعرف بان احنا على الاقل امواه غادي نجاريو المقابله، فجاونا فرص حتى هما جاوهم فرص. كتعرف بان هاد المقابله هذه كيغلب عليها الضغط النفسي، فكنعتبر ان النتيجه منصفه للطرفين، فاحنا باقي تابعنا لقاءات صعيبه في الدورات القادمه. كنتمنى ان شاء الله حنايا اننا نتجاوزوا هاد العطرتين ديال هاد الاسبوعين هادي، وان شاء الله راه حنا كما كتعرف حنا لاعبين على الصعود. كنتمنى ان شاء الله اللاعبين انهم يبقاو مركزين في الدورات القادمه، وان شاء الله غادي نحققوا المبتغى اللي كيتمناوه الجماهير ديال فريق الراسينغ البيضاء. اول حاجه كنشكر اللاعبين على المقابله اللي قدموها اليوم. صراحه المقابله ما كانتش سهله لا لينا لا مغرب فاسي. نقطه كان بالنسبه لنا ايجابيه لا لينا لا لهم، هاد المقابله غنحاولوا نسواها، لان الحمد لله كنلعبوا مقابله الجايه اللي غتكون مقابله سد ضد سيدي قاسم. ان شاء الله هاد المقابله اللي غنحضروا لها بشكل جيد، لا سيما لان غادي تكون مباراه بين المتصدر واخر ترتيب. هاد المقابله ان شاء الله اللي غنحضروا لها، الحمد لله اللاعبين كيقدموا مقابلات جيده، يستاهلوا انهم ان شاء الله هذا العام يكون موسم الصعود ان شاء الله. والحمد لله الى كومباريتي اللاعبين اللي كاينين دابا في الدوزيام ديفيزيون مع البريمير ديفيزيون، الحمد لله جوج اللاعبين اللي كيلعبوا دابا في البريمير ديفيزيون انهم يلعبوا في الهوات ويلعبوا في القسم الوطني الثاني، وقالوا هما الان كيقولوا الكلمه ديالهم في القسم الوطني الاول. الحمد لله الراسينغ البيضاوي من سنوات انه كيجلب لاعبين للقسم الوطني الاول، بلا ما نذكر الاسماء لان الاسماء كثيره. الحمد لله الدراري باقيين صغار غيقولوا الكلمه ديالهم. لا 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 يلا كاين انا وعاتق العميد فريق عاتق شهاب وربيب ومحمد الحيمر اللي الحمد لله اللاعبين عندهم تجربه، وكان كيقحمهم سعد حق مندوزا مع لاعبين شبان اللي غيقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله الموسم المقبل ان شاء الله. فبطبيعه الحال كما شفتوا اليوم فطلع صدمة مع واحد خصم اللي توا كاينه في الصعود، الحمد لله دخلنا عازب باش حقوا واحد النتيجه ايجابيه ثلاثه ديال النقاط. صدمة مع خصم منظم كما شفتوا المقابله، ضيعنا عده فرص. كره القدم هي هذه، الحمد لله نحاولوا نسوا هذه المقابله هذه، نفكروا المقابله القادمه ان شاء الله لعلى واحد خصم تا هو كيوجد المقابله باش يتفادى السقوط هذا الموسم هذا. الفريق راه لا خوف على الفريق، الفريق مازال كينافس على الصعود الحمد لله، كما شفتوا المرتبه ديالو باقي كيحتل المرتبه الاولى، فجوج الفرق عندها الحد بانها تنافس. حنا عندنا حد اوفر ان شاء الله باش نكونوا السنه المقبله ان شاء الله في القسم الوطني الاول باذن الله. شكرا.